طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعالى النهاردة حابب أتكلم معاكم عن نظام الامتحان البيسز، نظام 23. تمام، هو طبعا أصبح دلوقتي اسمه بيسز 23. هو يعني نظام طبقته الزمالة البريطانية، نظام لسه طبقوه السنة دي في الضايت الأخير من امتحان البيسز سنة 23. هو طبعا كانوا ناويين يعملوا النظام ده فعليا قبل الكورونا، ولكن طبعا بعد الكورونا التعطيل اللي حصل فوقفوا العمل بهذا النظام، لكن هم كانوا اصلا ناويين يعملوه قبل الكورونا. طيب، النهارده بس حابب اتكلم معاكم عن ايه النظام الجديد في امتحان البيسز، هتكون نافعه للناس طبعا اللي دخل الامتحان، والناس ان شاء الله برضو لسه في الجزء الاول والثاني برضو عندهم فكره ايه نظام الامتحان وايه نظام البيسز ده وبيتكلم ازاي، او ايه نظام الامتحان، بحيث يعني برضو تبقى نافعه للجميع ان شاء الله. طيب، مبدئيا كده خلينا نتكلم بس عن نظام الامتحان. تمام، طبعا هو الامتحان يوم واحد، بيبقى حضرتك بتروح الصبح، نظام الامتحان 3 ساعات، الامتحان بيبقى هو كل يعني بيبقى في اليوم الواحد، غالبا في كل مستشفى بيبقى في ثلاثة بارتيشن، يعني انت بتدخل مثلا ثلاث لجان، يعني لجنه تبقى مثلا صبح مثلا من 9 ل 12، وبعد كده مثلا من يعني من 1 ل 4 تقريبا، وبعد كده ممكن لجنه كمان، يعني غالبا ممكن يبقى لجنه او لجنتين في امتحان، كل لجنه يبقى فيها خمس ممتحنين، لان هم غالبا هم 5 ستيشن، فهو غالبا كل واحد بيبتدي بستيشن واحده. فزي ما قلت لحضرتك، هو يوم الامتحان بيبقى يوم يعني بيبقى يوم طويل شويه، بيبقى 3 ساعات الامتحان، مجرد لما بتدخل بيبقى يعني بتاخد كل ستيشن، تدخل كل ستيشن، وبعد كده بتخرج وتدخل تخرج وتدخل، فالفكره بيبقى يوم استريس شويه، ولكن يعني بيبقى 3 ساعات ان شاء الله بيعدوا بسرعه جدا جدا، ما تعرفش يخلصوا ازاي يعني. طيب، الفكره كلها هو زي ما قلت لحضرتك هو 5 كلينيكال ستيشن، طبعا كل لجنه فيها 2 اكزامينر، ودي طبعا برضو من الحاجه الكويسه، تبقى فير، ما يخليش ان الموضوع كله في ايد واحد بس، بيبقى في 2، كل واحد في اكزامينر غالبا بيسالك، وفي اكزامينر تاني بس وظيفته اللي هو بيبص عليك ويراقبك ويكتب كل كلمه انت بتعملها، او كل حركه، او كل اكزامينشن بتعمله ازاي، بحيث يعني بيبقى اللي بيسالك بيركز معاك في السؤال، والتاني بيبقى مركز معاك اكتر في طريقه التعامل مع المريض، طريقه الاكزامينشن بتاعك عامل ازاي، طريقه البرزنتيشن بتاعك عامل ازاي. فهو الفكره كلها زي ما قلت لحضرتك، انت بتدخل يعني هم انتوا خمس دكاتره، فكل دكتور بيبتدي من ستيشن واحد، يعني مثلا واحد ستيشن من ستيشن 1، وبعدين يمشي ستيشن 2 وستيشن 3 وستيشن 4، وبعدين ممكن واحد يبتدي من ستيشن 5، وبعدين يعكس يمشي 1 و 2، يعني زي ما بوريكم الروتيشن دلوقتي عامل ازاي. غالبا ان كل غالبا بيبقى كل واحده بيبقى تلت ساعه، تمام، وبيبقى بين كل لجنه ولجنه 5 دقائق، تمام، وبتبقى يعني تدخل اللجنه اللي بعدها، يعني تقريبا امتحان تقريبا من 125 دقيقه، يعني غالبا بيبقى 3 ساعات، يعني لو انت صافي 3 ساعات. طبعا كل لجنه عشان تدخل اللجنه اللي بعدها بتسمع بيل كده، في جرس بيبقى موجود، بتسمع الجرس كويس عشان تدخل للجنه اللي بعدها، وحتى لو انت بتتكلم مع الاكزامينر جاست اللي انت سمعت يعني مثلا الاكزامينر بيسالك سؤال وانت لسه ما كملتش الاجابه بتاعته، جاست انت سمعت البيل خلاص هو هيوقف الاسئله، وانت هتخرج خلاص من اللجنه تدخل لجنه ثانيه، او تروح لبيشن ثاني عشان تكمل الامتحان بتاعك. ده مع حضرتك انت في كل ستيشن في 2 اكزامينر، المفروض كل اكزامينر دول المفروض يعني ان الاكزامينر دول ما يدخلوش لجنه تاني، يعني انت لكل 2 في لجنه واحده مش هيدخلوا معاك تاني، يعني هو كل واحد 2 في كل لجنه، مثلا في واحد في الهيستوري، في واحد في الكوميونيكيشن، واحد زي ما اقول لكم دلوقتي نظام عامل ازاي. خلينا بس ناخد فكره بسيطه عن الاولد فورميت اللي هو كان الامتحان اللي احنا امتحناه، او الامتحان اللي كان لسه يعني كان لسه موجود لغايه الامتحان الدايت لسه اللي فات، يعني في لسه الناس امتحان من شهر او شهرين، ده كان لسه الناس كلها ماشيه على النظام ده، هو الامتحان لسه يطبق على النظام الجديد اللي هو السيرد دايت بتاع 2023. اليوم زي ما بقول لحضرتك انت بتبتدي بي اي ستيشن من دول، ستيشن 1 ستيشن 2 ستيشن 3 ستيشن 4 ستيشن 5، اكس من الناس هيبتدي 1، واي هيبتدي من 2، واي هيبتدي من 3، على حسب انت ابتديت ازاي. هنقول انت دخلت ستيشن 1، ستيشن 1 كان بيدخل على 2 حالتين، حاله ريسبيريشن وحاله ابدومين، تدخل على حاله ريسبيريشن الاول زي ما قلت لك، بيبقى في معاك 2 اكزامينر، بيبقى بيديك تقريبا مفروض على كل لجنه زي ما قلت لك كل واحد 10 دقائق و10 دقائق، غالبا بتعمل اكزامينشن في 8 دقائق او 6 دقائق، وبعدين بيسالك الاكزامينر دقيقتين او 4 دقائق حسب يعني النظام. فده كان اول لجنه، كان حاله كلينيكال شيست وحاله ابدومين، بتعمل اكزامينشن
ومفيش تسالش البيشنت، ما تسالوش اي اسئله خالص، جاست انت تعملوا اكزامينشن. بعد ما بتخلص الاكزامينشن الاكزامينر بيبتدي يسالك يعني مده سؤال او سؤالين، ايه الدياجنوز بتاعك؟ ايه الديفرنشال دياجنوز؟ تعالجه ازاي؟ على حسب الاسئله بتاعته. بعد ما تخلص الحاله الاولى كانت حاله شيفت، بعد كده تطلع على حاله الابدومين، هو نفس الاثنين اكزامينر بيبقى موجود في نفس اللجنه، ولكن اللي سالك اول مره الاكزامينر الثاني هو اللي بيسالك، فبتعمل اكزامينشن على حاله الابدومين ونفس الاسئله بيسالك الدياجنوزس والديفرنشال دياجنوزس. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان كل واحد بيبص عليك كويس جدا، بيبقى يكتب كل كلمه، الراجل ده عمل اكزامينشن كويس، حاجه اسمها الويلفير يعني حافظ على احترام المريض، حافظ على التعامل مع المريض ازاي، بيشوفك كل كلمه انت بتعملها او كل حركه بتعملها بتتسجل، لو انت عملت حركه غلط او العين اتقلم منك طبعا بتبقى مشكله، ان كل حاجه بتتكتب تمام. وبعد كده بياخدوا كل يعني راي الاول والثاني عشان يديك ايه النتيجه. ده ستيشن 1 وستيشن 2. بعد كده زي ما قلت بتسمع الجرس، بتخرج من ستيشن 1 وستيشن 2، غالبا بتقعد فيها ثلث ساعه، بعد كده بتستنى 5 دقائق قصاد الستيشن 2. الستيشن 2 كانت هيستوري، اللي انت بتدخل بيديك بره قبل ما تدخل اللجنه بيديك سيناريو، والله بيقول لك البيشن جالك بيشتكي من كذا، 1 2 3 ومثلا يعني بيشتكي من كذا حاجه، مثلا عنده دايريه مثلا، فانت المطلوب من حضرتك تدخل تتكلم معاه بتسال عن الدايريه، فانت بره بتحط بيديك ورقه بيضاء، بتدخل تكتب كل الديفرنشال دايجنوز بتاعك بتاع الدايريه، وبعد كده انت خلاص عارف ان داخل حاله دايريه، تدخل بقى تتكلم مع البيشن، بتلاقي بيشن موجود، سواء ممكن يكون بيشن حقيقي لو انت بتمتحن في دوله اجنبيه، او ممكن يكون مثلا لو انت بتمتحن في دوله عربيه، غالبا بتلاقي سيرجوت، السيرجوت اللي هو واحد زي ممثل او يعني بيدعي اللي هو عنده المرض، او يقول لك انا ابو المريض او انا اخو المريض، غالبا ممكن تكون نيرس تمام، ممكن تكون دكتور صغير لسه جونيور، او دكتور مدعي اللي هو المريض. المهم يعني هو واحد بيتكلم انجلش وخلاص، الفكره كلها اللي هو حضرتك بتدخل على الحاله، بتلاقي طبعا اثنين اكزامينر مستنيينك وباصين لك برضه ومركزين معاك، زي ما قلت لحضرتك هو اثنين ما بيعملوش حاجه خالص غير بس يبصوا عليك و يعني يشوف حضرتك بتتكلم ازاي، بتتكلم بطلاقه، بتتكلم مع بيض، مش بتسال اسئله منطقيه، الموضوع مرتب في افكارك مش مرتب افكارك، كل ده بيتضح في البرزنتيشن بتاع حضرتك. بعد كده الهيستوري خلاص، هو تقريبا تلت ساعه تقريبا، بعد يعني بعد تقريبا بيسيب معاك الاكزام 5 دقائق، بتتكلم على الاكزام 5 دقائق، بيسالك ايه الدياجنوز بتاعك، ايه البلان بتاعتك مع المريض، يعني انت بتدي بقى كل ده، لازم طبعا تعمل تريننج كويس جدا للستيشن 2 ده، تكون متدرب على كذا سيناريو بحيث تعرف ايه حياه السيناريو بتنزل وازاي تتعامل مع البيشن بتاعك. ثم بعد كده ب5 دقائق بتدخل على اللجنه اللي هي اللجنه الثالثه، وهي نفس النظام، بتدخل حاله كارديو وحاله نيورو، نفس الكلام، بتقعد 10 دقائق و10 دقائق، تقريبا 6 دقائق او 7 دقائق اكزامينيشن، وبعد كده 3 دقائق ل 4 دقائق بتتكلم عن الاكزامينر، نفس الكلام نيورو، نفس الكلام، اثنين اكزامينر مختلفين خالص، حاله كارديو وحاله نيورو ده كلينيكا. ثم بعد كده كنا بندخل على ستيشن 4، وهي ستيشن 4 هي الكوميونيكيشن، اللي هي برضه بيديك سيناريو، بتقعد برضه تظبط افكارك بره، مثلا ما يكون واحد مثلا جاي لك، بتختلف بقى يعني سيناريوهات الكوميونيكيشن طبعا كتير جدا جدا، طبعا لازم تكون متدرب عليها كويس، تكون عندك افكار ايه الحالات الكوميونيكيشن اللي بتنزل. حالات ممكن يجي لك واحد عنده كانسر، هتيجي تقول له والله انت عندك كانسر، ازاي بقى تنقله الخبر؟ طب البلان بتاعتك ايه؟ هياخد كيمو، هياخد راديو، هيعمل سيرجري، هتحوله لمين، هتديله ايه؟ كل ده الكلام ده طبعا لازم تظبطه كويس وتتدرب عليه كويس جدا، دي طبعا في حاله الكوميونيكيشن. كان زمان تلت ساعه، اقول لكم ايه اللي اختلف دلوقتي برضو، وكان زمان اللي انت بعد ما تخلص التلت ساعه الكلام اللي كنت بتتكلم مع البيشنت تقريبا 16 دقيقه او 15 دقيقه، وبعدين بيديك تقريبا 7 6 دقائق او 7 دقائق بتتكلم على الاكزامينر، كان فيها اسئله سخيفه شويه والاكزامينر ساعات بيرخم عليك، لكن الحمد لله ده اتغير، هقول لكم ايه النظام الجديد دلوقتي. بعد كده ستيشن 5، ودي كانت طبعا اصعب ستيشن، ودي كانت فعلا بتوقع معظم الناس، والستيشن 5 كانت بتدخل على حالتين، بيديك برضو سيناريو، اثنين سيناريو بره، يقول لك واحد مثلا بيشتكي من مثلا لور ابدومينال بين، او بيشتكي مثلا من لور ليمب بين مثلا، والتاني بيشتكي من شيست بين، فانت بتدخل بتقعد بتشوف حالتين برضو، كل واحد 10 دقائق، بيقول لك والله الشيست بين بتاخد منه هيستوري وتعمل اكزامينيشن وبتعمل ديفرنشال دايجنوزس وتدي الكونسيرن بتاع العيان وتدي بلان للعيان، فطبعا في 10 دقائق كانت دي ستريس شويه، وفعلا دي كانت فيها مشاكل كتير، ومعظم الناس كانت بتقع في ستيشن 5 دي، هي دي كانت البعبع، وهو فعلا وجدوا ان الديفكت كله كان في ستيشن 5، عشان كده لغوا الستيشن دي خالص. هقول لكم بقى النظام الجديد، طبعا ده كان النظام القديم، وده لغايه يعني بتكلم عن شهرين، يعني شهر او شهرين، كان لسه معايا زميله لسه ممتحنه الشهر اللي فات، فكان لسه يعني القصه لسه قريبه جدا، لكن ده خلاص النظام ده شافوا ان ده بيبقى يحصل فيه مشاكل كتير او فيه ديفكتات، فحبوا يغيروا النظام.
طب سيب بقى من الماضي وخليك بقى ركز معايا في الكلام الجديد، وهو ايه اللي حصل، الشينج اللي حصل في الامتحان. واعتقد انا من رايي، الراي المتواضع يعني، انا مش طبعا مش اكزامينر، ولكن انا شايف ان دوت ده كويس. يعني انا شايف الشينج ده كويس جدا، شايف ده خطوه كويسه جدا، وفعلا انا شايف ان شاء الله معدل النجاح يبقى اكتر، وان ده في مصلحه الدكتور. انا شايف ان ده تغير كويس جدا، ده من رايي المتواضع. يعني مش بخبرتي، يعني بقدر الامكان انا بدي كورسات وعارف بتعامل مع الدكاتره والزملاء، فده اعتقد النظام ده ان شاء الله هيكون افضل من النظام القديم. طيب نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان هم ستيشن 1 قالوا ايه بقى، خلاص احنا هنخلي الريسبيريشن، هتدخل على حالات ريسبيراتوري. احنا طبعا زي ما قلنا كان زمان كان حاله ريسبيراتوري وحاله ابدومين، خلاص لغوا حاله الابدومين في الاستيشن 1. طيب قالوا ايه، هنحط حاله ريسبيريشن، هتدخل على حاله شيست، سواء اي حاله بقى، سي بي دي مثلا، اي حاجه هتعمل اكزامينشن للريسبيريشن. طيب بعد حاله دي او الاول في حاله قالوا كوميونيكيشن. قالوا بقى ايه، قالوا الكوميونيكيشن دي يا جماعه لا كتير جدا فعلا، ودي كانت فعلا مشكله من اللي بتواجه معظم الزملاء، ان كان الكوميونيكيشن عشان تقعد مع مريض تلت ساعه تتكلم معاه كانت فعلا فيها مشاكل كتير جدا فعلا. يعني كان مثلا تيجي الدكتور من يعني في الكورس وكده على 10 دقائق يقول لك الدكتور خلاص مش عارف يقول ايه. مثلا واحد عنده هودجكن ليمفوم، تمام؟ طيب واحد هودجكن ليمفوم، هتقول له والله هودجكن ليمفوم كذا، طب عباره عن ورم في كذا في الليمف نود، طيب ايه الليمف نود عباره عن كذا، طب هنعمل لك ايه، هنديك مثلا كيمو، هنديك راديو، هنحولك لفلان، هنعمل لك كده. هتقعد تتكلم تتكلم، تحس انت بعد 10 دقائق خلاص مش لاقي كلام تقوله. فالمشكله في ايه بقى، المشكله ان الاكزامينر بيقعد يكتب اولا طبعا قبل، لو انت خلصت قبل الميعاد مثلا 15 دقيقه، او بيقول لك مثلا خلاص الوقت خلص، انت ما فيش حد بيعبرك خالص، يعني مش حد بيبص لك اصلا في اللجنه، فانت بتبقى قاعد مش عارف تعمل ايه، يعني مش لاقي كلام تقوله. فدي فعلا كان معظم الناس بيشتكوا من ايه، ان فعلا كانت طويله جدا، ولا شايفها دي حاجه كويسه قوي. لموا بقى الدنيا دي قال في 10 دقائق بس، وده اعتقد دي حاجه كويسه، يعني دي برضو ميزه، مش عاوز الناس اللي داخله الامتحان تخاف، لا بالعكس انا شايفها كويسه جدا جدا، اللي انت ايه بتلم الحلقه في 10 دقائق، وده اعتقد ده كويس جدا جدا. هو فعلا هم كاتبين كده، اقول لكم انا جايب لكم كلام الموقع بتاعهم الرسمي، موقع الكليه الرسمي، اللي هو قايل ليه احنا عملنا كده، وفعلا انا شايف كده كويس قوي. يعني مثلا خلاص انت هتبقى مركز قوي ان انت في خلال 10 دقائق تخلص الكلام مع العبيشن، وده انا شايفها حاجه كويسه جدا جدا. يعني زي طبعا كل هيجي مع التريننج، يعني ما تخافوش الموضوع مش صعب قوي، ولكن هو محتاج تريننج، لازم تتدرب كتير ازاي تعرف تتكلم مع البيشن وتخلص كلام كله في 10 دقائق. اعتقد ده كويس جدا جدا. يبقى اول نقطه هم قللوا مساحه التايم بتاع الكوميونيكيشن، خلوه 10 دقائق بس مش ثلث ساعه، ودي حاجه انا شايف حاجه كويسه جدا جدا. الميزه الثانيه، ودي ميزه كويسه جدا جدا جدا، اللي هو ما اصبحش، انت زي ما قلت لك ان في النظام القديم كنت انت بتقعد تتكلم الكوميونيكيشن، بعد ما خلص الكوميونيكيشن كان الاكزام يقعد يتكلم معاك، ودي كانت حاجه سيئه جدا. بيسالك بقى، طب انت ليه سالته كذا؟ طب ليه قلت له كذا؟ طب انت قلت له هتعمل له كذا، هتعملها له ازاي؟ فعلا كانت حاجه سخيفه جدا. انت مثلا قلت له هحولك لفلان، تمام؟ فانت يقول لي طب انت قلت له كذا، طب فلان ده ايه علاقته بالموضوع؟ طب ويبتدي بقى يأنبك، وانت سالته ليه؟ صاحب بيدخل في افلام كبيره جدا، وفعلا كانت ناس تدخل بتبقى فعلا، في ناس كانت معقده، يعني في بعض الاجزام تبقى سيئين جدا في الموضوع ده، يسالك اسئله ما لهاش علاقه بالكيس الخاص. فالحمد لله دي ميزه كويسه قوي، هم شالوا قصه ان في حد يسالك، دي كويسه قوي. فهو بس بيبقى مركز معاك بس على طريقه السؤال بتاعك، بيشوف الدكتور ده بيسال ازاي، البرزنتيشن بتاعك وسط من الدياجنوزيس بتاعك، وسط من الكلام مع البيشن، ودي اعتقد دي حاجه كويسه جدا جدا. يبقى في ميزتين، اللي هم قللوا فتره الكوميونيكيشن دي فعلا، لان فعلا كانت معظم الدكاتره بتيجي بعد فتره قصيره ما تعرفش تقول ايه، ودي شايفها كان ديفكت كبير جدا وبينقصك من الدرجات. والميزه الثانيه اللي هم شالوا السؤال مع الاكزام، ودي برضه انا شايفها حاجه ممتازه، يعني انت خلاص بتقعد تقول تبخ، يعني تقول 10 دقائق مع المريض السلام عليكم وخلاص تخرج، ودي شايفها كويسه جدا، ان انت مفيش كونتاكت مع الاكزام، ودي حاجه كويسه. ان فعلا كان في معظم الاكزامينر كان فعلا ظلمه، يعني في ناس ظلمه جدا، بيقول لك الدكتور ما قالش كذا وعمل كذا، فاعتقد دي حاجه كويسه قوي في الكوميونيكيشن، انا شايفها كويسه قوي. دي اول تغيير اللي هي ستيشن 1، تمام؟ بعد كده بتقع على ستيشن 2 اللي هي كانت فعلا هيستوري، تمام؟ طيب قالوا ايه بقى؟ قالوا يا جماعه انت دلوقتي لما بيجي لك مريض في الحاله العمليه، يعني هو طبعا بيدربك عشان حاله عمليه. طب انت لما يجي لك المريض، تمام؟ انت قلت له يا عم مبروك يا عم الحاج، انت عندك مثلا اي بي اس، عندك مثلا الريتو باول سندروم، او عندك مثلا انفلاماتري باول ديزيز، او مبروك يا عم الحاج عندك اكروميجالي، تمام؟ وهنعمل لك كذا وهنعمل لك كذا. طيب بس يعني ده الهيستوري، كنت بتاخد من الهيستوري والسلام عليكم وخلاص. طب وبعدين؟ هل انت مثلا فحصت العيان؟ يعني انت مثلا في الحاله العمليه، انت ما يجي لك واحد مثلا بيقول لك مشتكي من مثلا من ابدو من بين، بتقول له خلاص يا حاج مبروك يا عم الحاج انت عندك اي بي اس مثلا، عندك الانفلاماتوري باول ديزيز والسلام عليكم؟ لا، مش المفروض تفحصه، تمام؟ فهو دلوقتي قالوا ايه؟ خلاص لا احنا هنعمل ايه بقى؟
بدل ما نخلي ستيشن 5 دي اللي كانت فيها اكزامينيشن وكانت فتره قصيره، لا احنا نخلي ايه بقى؟ العيان يدخل يتكلم مع الدكتور ويقول له والله انا عندي مثلا ابدومينال بين، عندي مش عارف مثلا شيست بين، طب افحصه، اسمع الشيست بتاعه، اسمع الابدومين، اشوف الميكوزا، اشوف عينيه، اشوف اللي هو الليمب، يعني فاهمني؟ يعني كحياه عمليه بالظبط. واعتقد دي برضه ميزه كويسه جدا جدا. اصبح اللي هو انت هتدخل للمريض هتتكلم معاه، ايه يعني بتشتكي من ايه؟ والله بشتكي من كذا، طب والله طب اكشف لي صدرك، اكشف صدرك، اشوف بطنك، اشوف عينيك، اشوف الاي، اشوف الابر ليمب اللي هو الليمب. اعتقد ده ممتاز. انت ما ينفعش انت فعلا في الحاله العمليه انت خلاص يعدي يحكي لك قصه، انا عندي كذا وعندي كذا، خلاص يا عم الحاج مبروك انت عندك كذا، وبعدين عندي دايريه، طب وبعدين، طب اكزامن ممكن يكون عنده ماس، عنده ليفر هيباتوميجالي، عنده مثلا اسبلوميجالي، عنده جوندس. تمام، فهم قالوا ايه؟ قالوا خلاص احنا هننزل فعلا الريل بيشن، هننزل بقى هنا بقى مش هينفع بقى موضوع السيرجوت، مش هينفع قصه الممثل هنا، لا ده هينزل لك بيشن حقيقي عنده سيمتومز، يعني لازم العيله ينزل في ستيشن 2 بعد كده يبقى عنده سيمتومز. يعني ايه؟ هيجيبوا الناس اللي هم بتوع ستيشن 5 هيحطوهم في ستيشن 2. نفس الكلام، يعني واحد عنده ثايرويد ماس، عنده مثلا عنده جويتر، تمام، عنده ثايرويد ماس، تعمل بقى اكزامينشن، اعمل اكزامينشن للثايرويد خلاص. طب الثايرويد ده هعمل اكزامينشن ثايرويد بس؟ لا، ما انت تشوف عينيه الاول، تمام، هتشوف مثلا ابر ليمب عند تريمر ما عندوش تريمر، هتشوف اللي هو الليمب فيه اديما ما فيش اديما، هيربط لك الجسم كله في الاكزامينشن. واعتقد دي حاجه كويسه جدا، يعني بصراحه حاجه كويسه جدا جدا، ومعاك وقت، يعني معاك ثلث ساعه، دي ميزه كويسه، ومعاك اكزامينشن تفحص كل عين، انت ممكن بفايندنج معين تبص على عينيه تعمل هيباتوميجالي سبيلوميجالي بتاعك، يتغير الدياجنوز بتاعك، صح؟ فاعتقد دي حاجه كويسه، بدل ما كنت زمان تقول له يا عم الحاج انت عندك مثلا عندك حاجه الفلانيه والسلام عليكم، لا انت دلوقتي تعمل اكزامينشن كويس وتعمل ديفرنشال دياجنوز، تعمل اكزامينشن، فخلاص دلوقتي اصبح ان ستيشن 2 هينزل لك بيشن حقيقي، هينزل لك بيشن فيه فايندنج، لازم ينزل لك بيشن فيه فايندنج. يعني ايه؟ عين يعني عنده جويتر، عنده ثايرويد ماس، عنده ابدومينال ماس، هنا اكيد هينزل لك في حاجه فيها فايندنج، تمام، فيها سكار، في الاي في مشكله، يبقى انت لازم تكون ملم كويس جدا بالقصه دي. فانا اعتقد دي حاجه كويسه جدا، هتتكلم مع العيان، تاخد منه دياجنوزس، هتعمل ديفريشن دياجنوزس كويس، تعمل برزنتيشن كويس، اعتقد دي برضو ميزه كويسه جدا جدا، ومعاك وقت ومعاك بيشن في فايندنج، دي حاجه كويسه جدا جدا. ستيشن 3 ما حصلش فيها تغيير، اللي هو هتدخل على حاله كارديو وحاله نيورو، اعتقد دي ما فيهاش اي تغيير خالص، دي كلينيكال، هتعمل فحص البيشن وهتعمل يعني تتكلم على الاكزامينر وهتتكلم على الاكزامينر برضو قبل ما نخرج بس من ستيشن 2. ستيشن 2 هتتكلم على الاكزامينر، يعني انت بعد ما تخلص العيان خلاص قلت له والله غالبا موستلي يو هاف مثلا مثلا انفلاماتوري باول ديزيز، خلاص واحنا هنحولك للحته الفلانيه او هنحجزك وهنعمل لك منظار وهنعمل لك كذا وكذا. بعد ما تخلص بتتكلم على الاكزامينر تقول والله، هيقول لك واتس يور دياجنوز، والله ماي دياجنوز مثلا انفلاماتوري باول ديزيز هواي، هيقول لك مثلا البوزيتيف ساين لقيت كذا وكذا وكذا، واتس يور ديفرنشال دياجنوز كذا كذا كذا، هتعمل له ايه؟ واحد اثنين ثلاثه، ده بيبقى حاجه كويسه جدا من الفايندنج. طب انت لقيت ايه الفايندنج؟ اه والله لقيت مثلا هيباتوميجالي، لقيت سبيلوميجالي، لقيت مثلا ميرمر، لقيت جوندس، لقيت ما، يبقى ايه الدياجنوز بتاعك كذا كذا كذا. فاعتقد دي تبقى ان شاء الله حاجه كويسه جدا في ستيشن 2. بعد كده ستيشن 3 ما فيهاش تغيير. طيب ستيشن 4 اللي هي كان زمان كوميونيكيشن بس، لا قسموا بقى الكوميونيكيشن ل 10 دقائق الاولانيه خلوها 10 دقائق ثانيه، زي ما قلت لحضرتك هجيب لك موضوع ثاني، سواء هجيب لك هنا مثلا كوميونيكيشن، طبعا الناس بقى اللي بتذاكر الكوميونيكيشن تعرف يعني ايه كوميونيكيشن وايه المواضيع اللي بتنزل في الكوميونيكيشن. والله في مواضيع كتير، ممكن تبلغ واحد خبر باد نيوز، هتقول والله انت عندك كانسر، عندك ورم، عندك اي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تقول له والله عاوز تعمله منظار، عاوز تتكلمه مع تعمله منظار، هتعمل له ال بي، هتقول له مرض معين الاس ال اي، المواضيع دي بقى الناس بتتدرب عليها برضه. زي ما قلت الميزه اللي هي 10 دقائق بس، ودي ميزه للدكاتره ما يقعدش يرغي الكلام كتير، لا بالعكس يتكلم على كلام محدد في 10 دقائق، ودي شايفها كويسه جدا جدا، تمام. والميزه الثانيه اللي انت ما فيش اكزامينر مش هيتكلم معاك، ودي ميزه رائعه على فكره، ان شاء الله دخل الامتحان وعارف الكلام ده، ان انت مش هتتكلم مع الاكزامينر دي كويس قوي، يعني هو في حاله وانا في حالي ماشي دعوه بيا، دي حاجه كويسه قوي. فدي ميزه كويسه يا شباب، اللي انت هتدخل مفيش حد هيتكلم معاك، ودي ميزه كويسه قوي في الكوميونيكيشن. بعد ما تخلص الكوميونيكيشن برضه هتكمل بقى الحاله الثانيه اللي كانت في ستيشن 1، حاله الابدومين، يعني هتعمل برضه كلينيكال اكزامينشن، اكيد بقى هتلاقي فايندنج برضه، هتتكلم على الاكزام ده، هتقول له والله البيشنت ده عنده مثلا ريال ترانسبلانت، هتلاقي بقى مثلا عنده هيباتوميجلي، وهتتكلم معاه، فالدنيا هتلاقيها سهله ان شاء الله، كلينيكال انت متدرب معاه مفيش مشكله. يبقى احنا دلوقتي ستيشن 4 قسمناها كوميونيكيشن 10 دقائق والابدومين 10 دقائق. بعد كده ان شاء الله تدخل على ستيشن 5 اللي هي كانت زمان بقى ستيشن 5، كانت زي ما قلت لحضرتك كانت حالات اللي هي كانت حالتين تدخل عليهم اثنين سيناريو،
دي كانت فعلا كانت ستريس عليها قوي، او لا اسمها فعلا هيستوري، كان هتاخد كمان هيستوري زي ما قلت الهيستوري اسمها حالتين، هتاخد على الهيستوري هتاخد برضه حاله ثانيه بقى عكس اللي هنا، مثلا هنا يجي لك مثلا ابدومينال بين، هتلاقي مثلا ابدومينال ماس، لان هتلاقي مثلا ثايرويد ماس، هتلاقي ميرمر، هتلاقي بقى اي سيناريو هيجي لك، هتلاقي ان شاء الله بالتدريب بالتريننج هتلاقي الدنيا ان شاء الله ما فيهاش مشكله خالص. حبيت بس اديكم فكره عن الاولد والنيو، يعني اللي عارف النظام القديم هيعرف ايه الفرق بين الجديد، يبقى احنا كده اعتقد لمينا كل الاستيشن ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب جاب لكم بس الكلام بتوع الكلام ده انا جايبه من الموقع الرسمي اللي هو من نظام الموقع الكليه، بحيث تعرفوا هم قالوا ليه عملوا الكلام ده. فايه الكومنت بتاعهم زي ما قلت لك اللي هو ليه ستيشن 2 اللي حصل فيها، بيقول والله احنا هنعمل الهيستوري تيكينج ما فيش اي تغيير فيه، ولكن بس الفكره هي ان فعلا ان التيست كان ايزوليتد او في ايزوليشن اند نوت ريبريزنتيف مودرن براكتس. يعني ايه الفكره؟ زي ما قلت اللي انت مش ده الطبيعي، ان انت مريض يجي لك مش هتقول له حتى اطلع على السرير اسمع صدرك، او مش طبيعي ان انت تطلع على السرير تعمل اكزامينشن، فلازم انت ما تبقاش منعزل، هم عاوزين يطبقوا الامتحان بتاعك ده عشان يشوف انت مناسب تشتغل عندهم ولا لا، فانت لازم تكون عارف النظام. يعني مش طبيعي ان انت تقول مريض خلاص مبروك عندك فلان وما تعملش اكزامينشن، مش هتسمع صدره، مش هتسمع بطنه، مش هتشوف بطنه، فاهم قصدي؟ فاقول لك لا احنا كنا منعزلين عن النظام ده، لا عاوز يطبقوا نظام جديد. الستيشن 4 قالوا ايه يا جماعه؟ الستيشن 4 قلت لكم ليه غيروها؟ اللي هو الكوميونيكيشن زمان قالوا والله فعلا هو كان فعلا فيري لونج، كان فعلا طويل جدا، فعلا كان فعلا كان طويل جدا، معظم الدكاتره كانت بتيجي بعد 10 دقائق تهنج مش عارفه تقول ايه، فبيقعد ساكت، فطبعا ده بينقص درجات، فكان فعلا كان طويل جدا جدا. وكمان اني لجدوا ان لما تقعد تتكلم 5 دقائق مع الاكزامينر ده برضه وجدوا ان ده ديفكت كبير جدا، لانه فعلا ليتل فاليو تو اوفر اسيستمنت، كان فعلا ان في بعض الاكزامينر كان فعلا كان بينقصوا دكاتره كتير جدا بطريقه الاسلوب بتاعهم والاسئله الغريبه اللي كانوا بيسالوها، فكان دي برضه وجدوا ده ديفكت كبير جدا، فعشان كده غيروا النظام، مفيش حد يتكلم معاك بعد ما تعمل كوميونيكيشن. وبعدين قالوا ان ستيشن 5 اللي قلت لك ان هي كانت وقتها قصير قوي عشان تعمل اكزامينشن ودايجنوزس وديفرنشال دايجنوزس وتعمل كونسيرن، فكان طبعا فعلا فوز فيري بريجر، عشان كان فعلا وجدوا ان فعلا اللي كانت فعلا دي معظم اللي كانت بتوقع البيشن، يعني كان فعلا كانت فعلا دي اللي كانت بتوقع الزملاء اللي هي 10 دقائق، كانت فعلا فيري بريجر، يعني فعلا بتضغط مضغوط جدا اللي انت عاوز تخلص في 10 دقائق بسرعه. فكنت كنت فعلا كان ضغط عليك جدا. انا امتحنت مره كانت حاله تيوبرس سكلروزس، طبعا كانت اول مره اشوفها في حياتي، انا كنت شايفها صوره بس لما شفتها في قصادك برضه بتبقى ستريسد، وبيجيب لك ساعات بيبقى في بعد اللي جان في حاجات غريبه، فطبعا عشان تقعد بس جاست اللي انت تشوف العين بسرعه في 10 دقائق ما بتلحقش، يعني عندك ديفرنش دايجنوز كتير جدا، فما بتلحقش تاخد قرار بسرعه في ال5 دقائق، انت المفروض مطلوب منك ان تاخد قرار هتعمل له ايه، هتدخله ولا مش هتدخله، هتدي له ايه، هتحوله لمين، فطبعا كانت فيها ضغط بيبقى كتير. فتيم انا شايفها كويسه جدا جدا، لغوا الاستيشن دي خالص اللي كان فيها مشكله، فدي ان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا للزملاء. بعد كده ايه اللي بيقول لك ايه اللي احنا ضفناه اللي قلت لكم عليه بقى بالعربي اللي هو الكوميونيكيشن، خلاص مفيش بقى نو لونجر انكلود ا كويتشن اند انسر سيكشن، دي برضه ميزه كويسه جدا جدا، خلاص بقت 10 دقائق بس زي ما قلت لكم، دي ميزه الوقت بقت 10 دقائق، دي كويسه جدا. تاني حاجه مفيش بقى اللي هو كويتشن اند انسر بتوين الاكزامينر، دي حاجه كويسه جدا جدا. اللي هيحكم عليك ازاي؟ هو هيديك الدرجه على اساس جادجمنت على اوبزرفيشن الون، هو يشوفك بس طريقه كلامك ازاي، طريقه البرزنتيشن بتاعك، هتتكلم مع المريض ازاي، هتجاوب على كل اسئلته، هتجاوب على الكونسيرن بتاعه، فدي اعتقد دي ميزه كويسه جدا جدا. والكوميونيكيشن برضو كانت من الحاجات، لاننا في الدول العربيه غالبا ما بنعملش كوميونيكيشن الا ما رحم ربي، يعني الكوميونيكيشن غالبا بتتعمل بره غالبا، يعني معظمنا اللي شغال في مصر او شغال في دول الخليج ما فيش حد يعمل كوميونيكيشن، تقعد تتكلم مع المريض بقى وتقعد تحكي له قصه وبتاع، فيعني مش كلنا مش ده في الحياه اليوميه ما بنعملش كوميونيكيشن طويل قوي زي اللي هو التلت ساعه اللي كنا بنقعد فيهم. بعد كده هم لغوا موضوع الكونسلتيشن، هي ستيشن 2، ستيشن 2 اللي هو الكونسلتيشن دلوقتي خلاص سموها الكونسلتيشن، بقى ستيشن 2 الهيستوري، زمان يعني كان اسمها هيستوري سموها كونسلتيشن، هي كانت ستيشن 5. زي ما قلت لك قسموها تلت ساعه وتلت ساعه، يعني ستيشن اللي هي ستيشن 2 ستيشن 5 خلاص قسموها دلوقتي تلت ساعه وتلت ساعه، بدل 10 دقائق و10 دقائق. بعد كده هتعمل بقى ايه؟ اللي هو اديك 15 دقيقه هتعمل هيستوري، تتكلم عن العيان والله يقول لك يحكي لك القصه، اشتكيت من كذا، ايه اللي بيزود، ايه اللي بيقلل، خدت ايه ورحت لمين، القصه دي كلها 15 دقيقه. هتعمل اكزامينشن للبيشنت، دي طبعا كويسه جدا، هتلاقي فايندنج لازم في مثلا تشوف عينيه، تشوف جوندس مثلا في السرز، تشوف في ابدومينال ماس، هتشوف لور ليمب، يعني تشوف قصه الاكزامينشن للبيشنت، هتشرح له والله، طب يقول لك يا دكتور انا عندي ايه، وده طبعا طبيعي يقول لك انا عندي ايه يا دكتور، تقول له والله انا عندي عندك كذا كذا، انا متوقع عندك كذا كذا، ولكن انا محتاج نعمل تحاليل. المانجمنت والله محتاج ادخلك المستشفى، محتاج اعمل لك منظار، محتاج اديك العلاج الفلاني، احولك للدكتور الفلاني،
وبعد كده تعمل مانج، وبعد كده تجاوب على الكونسيرن، حاجه طبعا مهمه جدا ان شاء الله. عارفين اهميه الناس اللي عارفه اللي بتذاكر بيسز، يعني ايه الكونسيرن؟ الكونسيرن ده يعني ايه سؤال المريض الاساسي، يا دكتور انا هعيش ولا هموت؟ يا دكتور ابويا هيموت ولا يعيش؟ ابويا هنعمل له ايه؟ ابويا ايه الاحتمال؟ هيقل العلاج بتاعه؟ يعني دي بقى الكونسيرن لازم تتدرب عليها ان شاء الله مع الوقت، مع كورساتك، مع تدريب مع زمايلك، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك كويس. طبعا هم بعد، طبعا دي ميزه، بعد ما هو بيديك 15 دقيقه، بعد كده بيديك 5 دقائق كويتش اند انسر مع الاكزامر، بعد كده 5 دقائق مع الاكزامر هيشرح لك، طبعا تقول له، هيسالك طب ايه الدياجنوز بتاعك؟ طب ايه الديفرنشال دياجنوز بتاعك؟ 1 2 3، لازم ترتب على اهميه المواضيع بتاعتك، تقول له والله ده انا متوقع ده عنده انفلاماتوري باول ديزيز، ثاني حاجه عنده اي بي اس، عنده مثلا ثالث حاجه عنده كذا، على حسب الفايندنج بتاعك اللي انت هتلاقيه في الاكزام. طبعا ده بيديك 5 دقائق مع الاكزام. طيب لكن الهيستوري هتلاقي كلام تتكلم معاه ليه؟ لان في فايندنج، عكس الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن في الزمان انت ما بتلاقيش كلام تقوله، فدي كانت كبيره جدا جدا. طيب بعد كده في بقى 7 سكيل، دي طبعا ده هتعرف بعد كده الناس اللي بتذاكر بيسز، وهتاخد طبعا بتيجي تبتدي في البيس، لان في 7 سكيل لازم تغطيهم، وهو ده اللي بيحاسبك عليهم في الامتحان. يعني في بقى في شيت مع كل اكزامينر، ده اللي بيديك عليه الدرجات. مع كل حاله لازم تغطي الكلام ده كله، يعني هات اللي هي الهيستوري والكوميونيكيشن، كلام لازم تغطي الكلام ده كله. حاجه من الفيزيكال اكزامينيشن، هتعمل اكزامينيشن عيان سواء في ستيشن اللي هي الكارديو نيورو مع الهيستوري دلوقتي، شوف الفيزيكال ساين، هل في جوندس، هل في ميرمر، هل في ديما، هل في سويلنج في الحته الفلانيه. كلينيكال كوميونيكيشن، يعني تتكلم على العين كويس ازاي، هتقول له والله هتعرف ترد على اسئلته وتساله انت وهو يجاوب وتعرف ترد عليه، طبعا ده الكلينيكال كوميونيكيشن، طبعا كل ده بيديك عليه درجات. والديفرنشال دايجنوز، ما ينفعش احنا يا جماعه انت ما عملتش تحاليل، ما عملتش اكس راي، ما عملتش سي تي، ما عملتش ام ار اي، فانت لازم تقول للدكتور، ما ينفعش تقول له المريض ده عنده مثلا زي ما بقول لحضرتك مثلا عنده بيتيوتري ادينوما. طب انت عارف ازاي بيتيوتري ادينوما؟ انت عملت له ام ار اي مثلا؟ لا طبعا. فانت بتعمل ديفرنشال دايجنوز، والله تقول له احسن الاحتمال الاول كذا، الاحتمال الثاني كذا، الاحتمال الثالث. طب ليه قلت كذا؟ والله معايا كذا بوزيتيف ساين ونيجاتيف ساين. طب ايه الثاني؟ ليه قلت كذا؟ لازم تحط له ديفرنشال دايجنوز. وبعد كده ما تعمل بقى انفستيجيشن بتاعتك، هتتاكد، ما تنفعش تقول له عنده كذا ويسكت، لا عنده احتمال عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. طبعا ده بيعلمك ازاي ترتب افكارك، تقول له ان اول دياجنوز كذا والثاني دياجنوز كذا والثالث دياجنوز كذا. طبعا ده هيجي ازاي يا شباب؟ ما تقلقوش، كل ده بيجي بالتدريب، يعني ما فيش حد يقول والله ايه يا عم الامتحان صعب ده، لا الامتحان مش صعب ولكن هو مش سهل نفس الوقت، هو انت يعني سهل ممتنع ولكن عاوز تدريب، لازم تتدرب سواء تاخد مع حد كورس او سواء تتدرب مع زمايلك او تمارس في حياتك اليوميه. بعد كده الكلينيكال جادجمنت، ان انت تحكم على المريض ده، يعني هتشوف هتتعامل مع المريض ازاي، هتجادج الحياه ازاي، اللي انت هتشوف بقى العيان ده محتاج يدخل، محتاج تدي له ايه، هتدخله عشان تدي له بلاد ترانسفيوجن، هتدخله عشان تعمل له منظار، كل ده هيشوف انت بتعمل برضه كلينيكال ازاي. البيشن كونسيرن، دي طبعا مهمه جدا جدا، المانجنج بيشن كونسيرن، اللي انت يشوف اسئله المريض، ايه الاهتمام بتاعه، ومينتيننج البيشن كونسيرن، نفس الكلام، نفس الكلام اللي انت بتشوف الكونسيرن، ايه سؤال المريض، ايه المين ايشو، هو يعني يقول لك انا جاي النهارده دكتور ايه، واتس ماي دياجنوز، واتس ماي البروجنوز بتاعي ايه، يعني ايه الدياجنوز بتاعي، هتقول لك طب ايه البروجنوز، هل انا اعيش، انا هموت، اخف، مش اخف، مثلا واحد عنده مرض ما بيخفش مثلا زي الاس ال اي مثلا، مش هياخد دواء يخففه خالص، ولكن احنا بندي دواء يقلل الموضوع. طب الام اس، طب انا عندي ام اس، طب انا هاخد دواء، هل ممكن ارجع تاني نورمال؟ لا مش ينفع. طب انا حامل، طب انا ينفع انا حامل، واحده حامل وعندي ام اس، ايه اخبار الام اس خلال الحمل، طب ايه ادويه الام اس خلال الحمل، عندي ثيرود، ايه ادويه الثيرود خلال الحمل، كل الكلام ده هاي هتيجي بيه. ده ال7 سكيل اللي بيحاسبك عليهم، وده هتلاقي في كل شيت من الاسئله، يعني ان شاء الله دي الاسئله موجوده بيديك عليها طبعا. طبعا نصيحتي الاخيره يا شباب، اهم حاجه في البيسز هو براكتس ثم براكتس ثم براكتس، مهمه جدا جدا، لازم براكتس، لازم براكتس، لازم تعمل براكتس كتير، سواء مع زمايلك، سواء مع واحد جايد يو، سواء في شغلك، لازم براكتس، لازم، ما ينفعش انت ما تكونش متدرب على الهيستوري، ما تكونش متدرب على الكوميونيكيشن، ما عملتش حالات، ما شفتش حالات، ما تعرفش نظام الامتحان ازاي، لازم تبقى طليق اللسان مع المريض، تتكلم معاه، تجاوب على اسئلته بطلاقه، تتعود بقى على موضوع الاكزامينشن، ازاي تعمل اكزامينشن ابدومين، ازاي تعمل اكزامينشن نيورو، طبعا الكلام ده بيجي بالتدريب. يا رب يا رب تكون استفدت النهارده، يعني كانت محاضره بسيطه او برزنتيشن بسيط، بيجي لي اسئله كتير عن نظام البيسز، مش عارفين ايه النظام الجديد، يا رب تكون استفدت النهارده بتعريف بسيط لنظام الامتحان الجديد. وبعد كده طبعا ده لو في اي تواصل من دوت في الموبايل بتاعي على الواتساب والايميل او السايت بتاعي، لو في اي حاجه ممكن تبعتوا لي استفسار، وباذن الله تعالى احط الفايل بتاع المحاضره دي بحيث يبقى نافع للناس كلها ان شاء الله على قناه تليجرام،
والمحاضره ان شاء الله هنزلها على اليوتيوب، بحيث ان شاء الله الناس كلها تشوف المحاضره ويا رب تنتفعوا بيها وتكون نافعه لكم. بالتوفيق ان شاء الله، ولو حد يحتاج اي حاجه طبعا تحت امركم باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا جدا جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.